وصل إلى 408 مليار جنيه. يعني ماذا تعني هذه المكاسب من وجهة نظرك؟ لا طبعا أنا ما بعتبرهاش مكاسب، هي عملية ارتفاع في رأس المال السوقي. دايما حتى يعني زمايلنا بيقولوا إن البورصة كسبت أو البورصة خسرت، لا هذا يعني التعبير خاطئ. البورصة بترتفع أو بتكون يعني المراكز المالية بتزداد أو بتقل. طبعا رأس المال السوقي بيزيد تعبيرا عن حجم التداول حتى اللي هو في الأسهم الـ30 الكبار، فارتفعوا، فدول شكلوا بالنسبة لنا زيادة في حجم رأس المال، وصلنا ل 408 مليار آسف. طبعا عشان تبقى حضرتك عارف والسادة المشاهدين، احنا النهاردة تقريبا مسجلين 16% ارتفاع في مؤشر اي جي اكس 30، ده من بداية العام حتى وقتنا الحالي. يعني بمنتهى البساطة اللي حط جنيه في بداية العام في 2013 حتى وقتنا الحالي اللي هو قبل نهاية السنة او قول نهاية السنة، حقق 16%. طبعا ده شيء ايجابي جدا، رغم ان احنا كنا قبل 30/6 تقريبا عاملين 25% انخفاض في المؤشر اي جي اكس 30. نعم. فالمؤشر صحح نفسه وارتفع ال 25% اللي هو كان هابط منها، وارتفع 16% كمان. هل يعني ستستمر هذه المكاسب في يعني حتى نهاية هذا العام اللي احنا فيه والعام المالي؟ شوف اوضح لحضرتك، احنا عندنا بيجي في كل نهاية ربع سنة او نهاية السنة بتلاقي ان المستثمرين يا اما بيحجموا بعض من الشيء، يعني بيقللوا من استثماراتهم، او ان هم بيغيروا في مراكزهم المالية، يعني بيبيعوا الاسهم بتاعتهم، يقول لك احقق واجني الارباح علشان تقدر تخش في الميزانية. ما احنا 31/12 ده هيكون في نهاية عام مالي اللي هو 2013، فتلاقي الناس تقول لك انا عايز احقق الارباح بتاعتي واجنيها، فعشان كده بيخش يبيع ويتحفظ بالاموال بتاعته سيوله لغايه ما يخش العام المالي الجديد. بتلاقي المستثمر الاجنبي بيقول لك انا عندي في الدول الاوروبيه مثلا عندي اعياد الكريسماس، فبياخد اجازه كبيره، فبتلاقي ان هو برضه بيقفل مراكزه الماليه. حتى عشان كده بتلاقي الاسواق متاثره ببعض الايه الشيء من اوروبا وامريكا ومصر او الدول العربيه اللي هي بيكون فيها عمليات مثلا اربيتراج، زي عندنا في عندك اسهم في انجلترا، فبتلاقي الاسهم بره ممكن تقف في اجازه، او ان بيكون عندك ناس بتتدرب عليها في ايام احنا مش عندنا شغل. نعم. الامور دي اعتقد بتبقى يعني بالنسبه لنا بتكون بالنسبه لكل المستثمرين او كل اللي بيشتغلوا في الماركت بيبقى عارفين مدى التحرك خلال الفتره اللي هو في نهايه العام، دايما بتبقى بتمتاز بالبطء، وتاز النهارده طبعا بتلاقي التراجع او الشكل العرضي اللي احنا بنشوفه. ده شيء ليس يعني مقلق، وطبعا اكيد الناس بتاخد بالها خلال الفترات اللي قادمه ان هم ان شاء الله في بدايه العام هتلاقي في موجه تصحيحيه اكتر. نعم. دكتور مصطفى بدر خبير اسواق المال، كيف تقيم اداء الاسهم القياديه والكبرى خاصه اسهم البنك التجاري واوراسكوم تيليكوم وهير؟ شوف حضرتك، احنا عندنا المؤشر الـ30 خرج منه بعض من الاسهم الكبيره زي او سي اي، وخرج منها موبينيل، وخرج منها البنك الاهلي سوستي. طبعا المؤشر الـ30 المستثمرين اختاروا اول 5 اسهم تقريبا اسهم قياديه اللي هي بتحمل اعلى اوزان نسبيه داخل المؤشر، وبتلاقي عليها اكبر احجام تداول، ثم الخمسه اللي يليهم، ثم الخمسه اللي يليهم. فبتلاقي اول تقريبا سهم في المؤشر الـ30 هو سهم السي اي بي واوراسكوم. واوراسكوم طبعا دول بيحملوا اوزان نسبيه كبيره جدا في المؤشر الـ30، وعلشان كده اكبر حجم تركيز للتداول في الماركت في الاسهم دي بتلاقيهم المستثمرين الثلاثه اللي هم العرب والاجانب والمصريين. السيوله بتاعتهم عاليه فعلا، ملتزمين بالحوكمه والشفافيه والافصاح، وطبعا دول عندهم شهادات ايداع دوليه، بتلاقي مختلف عليهم ان دايما ان في حركه تداول كبيره جدا وحركه سيوله، فعلشان كده دايما بيحصل عليهم اقبال، واغلبيه الوقت هم اللي بيحققوا تقريبا الـ10 اسهم الاولانيين في حدود الـ10% من في حدود الـ30% من احجام التداول بتاعت السوق. نعم. دكتور مصطفى، يعني كيف تقيم اداء المستثمرين المصريين والعرب اللي اتجهوا الى الشراء اليوم بينما اتجه المستثمرون الاجانب نحو البيع؟ طبعا احنا عشان المؤتمر النهارده ابتدت تتضح الصوره نسبيا، شفنا احجام التداول ضعيفة جدا، في ناس بتقول لك البورصة هتطلع تاني خلال المرحلة القادمة، فبتلاقي ان في ناس بتحتفظ بأسهمها، بتلاقي المستثمرين العرب ابتدوا يستحسنوا الوضع الاقتصادي شوية بعد شرح الحكومة يعني ايه الخطة الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة القادمة، فبتلاقي ان في بعض من الشراء انتقائي حتى على الأقل بنسميه ايه يعني بمنتهى البطء ومنتهى يعني التيقن، ان ما حدش بيدافع مرة واحدة وتلاقي فيه فلوس كتيرة دخل، علشان كده بتلاقي
الاجانب بيقول لك انا شاري من اول السنه وكسبان، بيحاول يخرج ويحتفظ بالفلوس بتاعته حتى تعدي ايه السنه او المركز المالي بتاعه يحقق ارباح مره اخرى. هي دي وجهه النظر في عمليه التبادل بس في الاسهم، مفيش حاجه اكتر من كده. تعاملات الافراد النهارده اتجهت نحو الشراء صافيها حوالي 14 مليون جنيه بعكس تعاملات المؤسسات اللي جاءت نحو البيع. كيف تقيم او كيف ترى اداء المؤسسات والافراد كل على حده؟ لا المؤسسات طبعا لسه زي ما انا برضو يعني متمسك برايي ان المؤسسات هتلاقيها ابتدت تخف احجام تداولها. وطبعا ليه؟ لانه بيجي هو نهايه السنه اي مؤسسه بيقول لك انا عايز اعرض ميزانيتي وانا كسبان، فاما بيحاول ان هو يوقف اسهمه خالص يعني يمتنع عن التداول، او بيكون بيتداول بحاجات بسيطه، او ان هو النهارده بيقول لك انا بحتفظ بالسيوله بتاعتي علشان انا محقق ارباح وعدي الميزانيه بتاعتي في 31/12. الافراد غير كده خالص، الافراد بتلاقيهم بيبقى في حركه مضاربه عاليه جدا، نظرا انت عارف ان السوق باي مكاسب ليه يعني بترضي المستثمر وتبقى بالنسبه له شيء طيب يعني. احنا اول اسبوع في نهايه الشهر، فبتلاقي دايما بيجي يوم الخميس يقول لك ايه انا هنهي الاسبوع واقف لو كان كسبان في البوزيشن بتاعه او اللي هو الكريدت اللي واخده من الشركه، وبيروح الاسبوع اللي بعديه تيجي يوم الاحد او يوم الاثنين يبتدي يتحرك نفسه. الامور دي دايما بتبقى سريعه الدوران لكل المستثمرين الافراد. بالنسبه للمؤسسات زي ما هم بيحتفظوا باسهمهم وورقهم. نعم، بالنسبة للقطاعات اللي تصدر قطاعات السوق اليوم، قطاع العقارات بنسبة 18.25% من التداولات، ارتفعت غالبية أسهمه، بماذا تفسر ارتفاع أسهم قطاع العقارات؟ شوف حضرتك الاسهم دايما او المستثمرين دايما بيلجأوا ان هم يحتفظوا بمجموعه من الاسهم اللي هي بنسميها ذات المراكز الماليه الثقيله او اللي هي يعني لها جوده. طبعا بيشوفوا اسهم القطاع العقاري بيبقى فيها نوع من عمليات الاستقرار اكتر من اسهم بعض الشركات الاخرى زي الخدمات الماليه او زي مثلا البنوك اللي هي بيكون عليها مضاربه اكتر. فطبعا حجم الاستثمار بيكون في القطاع العقاري بيزداد عن اي قطاع. طبعا ده من بداية العام احنا بنشوف ان القطاع العقاري بيتركز تقريبا حجم تداوله ما بين 30 و35% الاقبال عليه ودخول الاموال جواه. الشيء الثاني ان احنا النهارده بتشوف ان قطاع البنوك ابتدى يتحسن واحجام تداوله بتزيد، قطاع الاتصالات ابتدى يتحسن واحجام تداوله بتزيد، رغم ان كله في المنظومه الواحده اللي هو في الاخر يعني النهارده حجم تداول السوق كله ما تجاوزش 310 تقريبا مليون جنيه. فطبعا التركيز على قطاع ده دايما بيدل على الثقه اللي دايما بتخش الناس فيها في بعض من الشركات فقط لا غير. نعم، مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه ارتفع بنسبه 59% ووصل الى 525 نقطه، تقييمك لاداء المؤشر اي جي اكس 70؟ شوف برضو احنا عشان تبقى حضرتك عارف والساده المشاهدين، المؤشر ال 70 ما كانش فيه احجام تداول جدا كبيره على المؤشر اللي هو بيختص بال 70 شركه الصغيره والمتوسطه. رغم كده اللي احنا بنشوف ان في ناس ابتدت تلجا لبعض من الشركات، طبعا نظرا ان شافت ان في اسعار كبيره جدا وصلت لها الشركات الكبرى اللي هم ال 30، فبتلجا لبعض من الشركات الصغرى بيحاولوا يعملوا عليها مضاربات ومقامرات. برضو اللي انا باكد عليه ان حجم التداول في مؤشر حتى ال 70 كان شيء يعني ضعيف جدا النهارده. بس يعني عايز اقول لسيادتك ان الوضع النهارده ما بيبقاش مقياس عام، لان احنا خلال الفترات الماضيه احنا وصلنا بحجم التداول تقريبا 700 مليون جنيه، وكان في ناس بتحتفظ بالاسهم باسعار اعلى من كده بكتير. في الفترة الأخيرة وبعد صدور قانون الحق في التظاهر وتنظيم هذا الحق، كانت هناك بعض الاحتجاجات ضد هذا القانون، يعني كيف أثر المشهد السياسي في الفترة الأخيرة على سوق المال؟ تقصد الاحتجاجات من الحكومة للحكومة ولا الاحتجاجات من الشعب للحكومة؟ الاثنين ما يفرقوش. طبعا هم الحكومه مع الحكومه الاثنين مش مرتضين عن قانون التظاهر، وتسمع ان في انشقاق في الصف رغم ان انا عارف ان القانون ظهر من الحكومه، ما كانش فيه اناس وفي ناس. فطبعا للاسف ده بيدل لعدم يعني وجود يعني ترابط ما بين الحكومه ان هي تعلن عن قانون يكونوا متوافقين عليه، وحتى لو بيسموها ان هي ديمقراطيه لو في مجموعه من الحكومه اغلبيه ووافقوا عليه حقة الاقليه في الحكومه يلتزموا بيه ويوافقوا عليه. ده فهمي انا كده على ان احنا بنشوف الناس كلها، لكن لما تشوف ان في قله قليله في الشارع بتقول لك ان هي مش مرتضيه عن قانون التظاهر، يبقى حق القانون يتطبق عليها من الكبير للصغير. ما ينفعش ان 200-300 واحد كل يوم ينزلوا لك الشارع ويقول لك اصل احنا ناشط سياسي وناشط مش عارف ايه، وهو اصلا لو يعني اسف ما بيعملش اي حاجه في البلد الا يخربها.
فأرجوهم بقى يجنبوا نفسهم كده ويبعدوا عن البلد عشان البلد عايز تمشي. بعد صدور هذا القانون يعني وبعد مضي فترة على بداية تطبيق يعني هل لمست أو لاحظت تغييرا أو يعني كيف تجاوب أو كيف نظر المستثمر العادي سواء المصري أو الأجنبي أو العربي إلى هذا القانون والبدء بتطبيقه؟ أقول لك بمنتهى الصدق ومنتهى الأمانة إن الناس مبسوطة لأن النهاردة اللي بيدور على أنه هو يسعى أن يكون بيدور على عمل أو شغل أو أنه هو يكون النهاردة عنده يعني من البطالة أو شايفين أن ارتفاع الأسعار المهول اللي بيحققه الأسواق كل شوية ومش عارفين نحجمه أكيد لازم نواجه يعني الفلت الأمني الانفلات الأمني اللي في الشارع ده بقانون. أعتقد إحنا خلال الفترة اللي فاتت كنا مستنيين وبقالنا من أول ما جت الحكومة من أول 4-5 شهور تأخرنا. أكيد حضرتك عارف أن الجامعات فيها انفلات أمني كبير جدا والمباني طبعا زي ما حضرتك عارف والطلبة النهاردة في طالب مات كل ده بسبب الانفلات الأمني بسبب أن الحكومة بتقولك لا أصلا أنا كنت مش عايز أطبق القانون أصلا أنا عايز أطبق القانون ما بالك بعملية الاستثمار. يعني إذا كانت أرواح الناس هينة عليهم بهذا الدرجة وشايفين أن الطلبة في الجامعات بيتعدوا على الدكاترة والناس هل لك أن تتخيل أنا بعرفش أدي محاضرة؟ خوفي من هذا الامر طبعا شيء ايجابي جدا ان انا خايف ان الطلبه دي يكون قد لها من فلات وطبعا اختلاف في وجهات النظر دلوقتي ما فيش لا ضابط ولا رابط. اخيرا دكتور مصطفى بدري ما هي ما هي توقعات حضرتك لاداء السوق ان شاء الله في بدايه الاسبوع المقبل؟ شايف ان هو هيصير نفس الحكايه تقريبا الشكل العرضي هو ما بين الاسبوع ده للاسبوع القادم احنا مش هنتغير كتير حتى نهايه الشهر تقريبا. ارجو من الناس بس انها تتيقن ان السوق ان شاء الله خلال الفتره القادمه هيكون احسن وهيصحح نفسه اكتر وممكن تكون في اموال افضل. احنا خلي بالك في عندنا شيء مهم قوي كنا حياتنا نذكره هو الاقرار بالدستور ان شاء الله احنا على اعتابه والانتخابات تتم وان شاء الله الناس تقول نعم علشان البلد فعلا محتاجة انها تقول نعم. الدستور الجديد 2013 اعتقد ذو افضلية عن الدستور بتاع الاخوان وان شاء الله البلد تعدي على خير. نعم شكرا للدكتور مصطفى بدر خبير اسواق المال على تشريفك في حلقة اليوم. شكرا لي. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مؤشر النيل في بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله ويوم الأحد بداية ولحلقات جديدة من برنامج مؤشر النيل ومتابعة لأداء البورصة المصرية في تداولاتها على مدى جلساتها المختلفة. إلى اللقاء.